إذا مستمعنا اليوم في دوازة غادي نقترح لكم بسبوسة بالليمون ديال المستمعة نهاد رياض، ونتمنى أنكم تجربوها لأنه يعني كتجي لذيذة بزاف وسهلة في المقادير. بسبوسة بالليمون غادي نحتاجوا فيها جوج كيسان ديال السميدة رقيقة، كنعبروا بالكاس العنبة، إذا قلنا جوج كيسان ديال السميدة رقيقة، كاس ديال زيت الرومية، كاس ديال عصير ديال الليمون، كاس ديال السنيده كتبقى على حسب الذوق، ممكن نكملوا كاس كله ولا اقل، جوج ديال البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، كيس واحد من الفاني، وقشور ديال الليمونه. هادو بالنسبه للمقادير ديال البسبوسه، وكاين كذلك المقادير ديال السيرو غادي نتعرفوا عليهم من بعد. فقلنا باش نحضروا بسبوسه بالليمون، بالنسبه لهاد البسبوسه يعني كتجي معلكه وكتجي ملمعه يعني بهذاك السيرو ولذيذه في نفس الوقت وسهله يعني ومناسبه مع اي عصير ممكن ناخذوها اولا مع اتاي، فعلى حسب الرغبه ديالكم. فقلنا بالنسبه للمقادير البسبوسه بالليمون فيها جوج كيسان ديال السميده رقيقه، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير ديال الليمون، كاس ديال السنيده نعبروا بالكاس ديال العنبه، جوج ديال البيضات، جوج خمارات ديال الحلوه، كيس واحد من الفاني، قشور ديال الليمونه. اذا في الكاس يعني ديال الخلاط الكهربائي ولا الطراب الكهربائي غادي نطربوا المقادير كلها، يعني نطربوا جوج ديال البيضات مع كاس الزيت مع كاس عصير ديال الليمون مع كاس ديال السنيده مع كيس واحد من الفاني مع قشور ديال الليمونه، وحنا كنطربوا هاد المقادير كلها مزيان، ثم كنضيفوا جوج كيسان ديال السميده رقيقه مع جوج خمارات ديال الحلوه، وكنخلطوا هاد المقادير كلها مزيان يعني بالطراب الكهربائي ولا في الكاس ديال الخلاط الكهربائي، ثم كناخذوا المول اللي كيدخل الفران الشكل اللي بغينا، من الافضل اما يكون مربع ولا مستطيل على حسب اللي بغينا على حسب الرغبه، ثم كندهنوه مزيان بالزبده، نرشوا بشويه ديال السميده رقيقه، وكنفرغوا هاد الخليط ديال البسبوسه اللي حصلنا عليه. بالنسبه لهاد البسبوسه كتجي بحال الكيك، يعني الخليط ديالها ما كيجيش ثقيل وفي نفس الوقت ما كيجيش خفيف بزاف، يعني بينو بين بحال الكيك تقريبا، يعني نفس الطريقه ديال الكيك غير هو بسبوسه، ثم كندخلوها للفران حتى كطيب وكتحمر من جهتين، يعني كنشعلوا الفران يعني كل سيده على حسب الفران ديالها وشنو متعوده عليه من الفوق والتحت، وكنخليو هاد البسبوسه حتى كطيب مزيان وكتحمر، ومباشره كنخرجوها. ملي كنخرجوها كنكونوا وجدنا واحد السيرو اللي فيه يعني في كاسرونه على عافيه مهيله، كنديروا كاس ديال عصير ديال الليمون مع المقدار ديال السنيده اللي بغينا، حلاوة يعني السنيده كتبقى على حسب الذوق، الحلاوه كتبقى على حسب الذوق، عندنا ميزانه ممكن نديرو جوج معلقات كبار ممكن نديرو ثلاثه. اذا بالنسبه للسيرو قلنا في كاسرونه على عافيه مهيله غادي نديرو كاس متوسط ديال عصير ديال الليمون مع جوج معلقات ديال السنيده ولا على حسب الذوق ممكن نقصو ولا نزيدو، وكنطيبوهم مزيان على عافيه مهيله حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي بحال بدا كيتقال شويه، ثم كنخليوه حتى كيبرد ومباشره كنسقيوه على البسبوسه مباشره ملي كنخرجوها للفران، يعني كنخليو مجرد ما كندخلوا البسبوسه للفران وكتبدا تحمر كنكونوا مشينا وجدنا هذاك السيرو باش كيبرد لينا، ملي تيبرد مباشره كتكون هذيك البسبوسه يعني صافي طابت ومازال سخونه، يعني خرجناها في الحين من الفران وكنسقيوها مزيان بهذاك السيرو اللي حضرنا وهي مازال سخونه يعني في المول ديالها، من الافضل انه تبقى في المول ديالها، وكنسقيوها وكنخليوها حتى كتشرب مزيان هذاك السيرو باش كتجي لذيذه، وباش هذاك السيرو كينزل يعني ماشي غير في الوجه ديال هذه البسبوسه وانما كينزل حتى الاسفل، وكتجي معلكه وكتجي ملمعه بهذاك السيرو ديال عصير الليمون مع السنيده على حسب الدوخ، وقلنا كنغليوهم مزيان وكنخليوهم حتى كيبدا يتقال هذاك الخليط، يعني ما كيبقاش غير ليمون بوحدو، كنحسو بحال تكونسونطرا واحد شويه يعني، وعاد ديك الساعه كنسقيو به البسبوسه. الطريقه ديال هذه البسبوسه سهله بزاف، يكفي اننا نخلطوا هاد المقادير كيف قلنا ديال كاس ديال الزيت مع جوج بيضات مع كاس السنيده مع يعني ساشي ديال الفاني مع قشور ديال الليمون، كنخلطوا هادشي كله مزيان، ثم كنضيفوا جوج كيسان ديال السميده رقيقه مع جوج خمارات ديال الحلوه، وكنديروهم في المول اللي قلنا اللي كيدخل الفران المربع ولا اي شكل، ندهنوا مزيان بالزبده ونرشوا بالسميده رقيقه ونفرغوا هاد الخليط. وبالنسبه لهاد البسبوسه كتجي يعني بحال الكيك، وكنسقيوها بهذاك السيرو، نخليوها حتى كتبرد مزيان وكتشرب مزيان هذاك السيرو اللي حضرنا بها، وكنقطعوها اما مربعات ولا معينات على حسب الشكل، وكتقدم بالصحه والراحه.